السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى حامد، وإن شاء الله ده الجزء الثاني من كورس تأسيس طلبة الصف الخامس الابتدائي، الحاجات اللي هم لازم يعرفوها قبل ما يدخلوا على المنهج بتاعهم. لو أنت ما شفتش الفيديو الأول يبقى لازم تشوفه الأول وبعدين تيجي تتفرج على الفيديو ده، هتلاقيه ظهر فوق دلوقتي. خلينا نبتدي الجزء الثاني. لو عندك سؤال زي ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي، ومديك شوية أرقام مطلوب منك تعرف مين الكبير فيهم. أول رقم، رقم زي كده أعرف إزاي؟ أول حاجة تجري تدور عليها صحاب البيت، والكلام ده احنا قلناه الفيديو اللي فات. مين ساكن في البيت ده؟ 5 أشخاص. ومين ساكن في البيت ده؟ 51 شخص. يبقى مين الكبير؟ 51.9. اللي بعده، مين ساكن هنا؟ 6 أشخاص. ومين صحاب البيت هنا؟ 4 أشخاص. يبقى 6.4 هي اللي أكبر. طيب اللي بعده، تعال نمسك واحدة واحدة. مين صحاب البيت؟ هنا 8 وهنا 8. أنا معرفتش أقارن، بص على اللي قبله، علامة علامة برضو زي بعض. طب بص على اللي قبله، 5 5 برضو زي بعض. اللي قبله، 6 6 برضو زي بعض. اللي قبله، مفيش حاجة وصفر. مين اللي اكبر، مفيش حاجه ولا الصفر؟ يعني انا لو قلت لك جيبي ده مفيهوش فلوس وجيبي التاني فيه 0 جنيه، يبقى مين الجيب الاكتر؟ لا ميس، انا كده مفلس، لان هنا مفيش فلوس وهنا صفر. طب ميس، طب ما الصفر ده يعني مفيش. جميل، طالما الصفر يعني مفيش يبقى هما الاتنين قد بعض، يبقى ايه؟ يساوي. السؤال اللي بعده، هنا في 19 وهنا 19.1. مين الكبير؟ بص يا ميس، انا مش عارف اقارن قوي لان هنا في علامة وهنا مفيش. جميل، امسك بقى ال 19 ودخله العلامة. ادخله العلامة ازاي يا ميس؟ ال 19 ده الرقم الاصلي اللي عندي، وهتيجي العلامة الدبابة الصغيرة هتقف قدام ال 9. كده جت العلامة، وبعدين هنا اصحاب البيت 19 وهنا اصحاب البيت 19. معرفتش، ابص على اللي قبله، علامه وعلامه، معرفتش، بص على اللي قبله، مفيش حاجه خالص وواحد. يبقى مين اللي اكبر؟ مفيش فلوس خالص ولا معاك جنيه؟ لا معاك جنيه. يبقى ال 19.1 هي اللي اكبر. طيب الرقم اللي بعده، تعال نبص لاصحاب البيت، هنا 32 وهنا 23. يبقى كده مين اللي أكبر؟ 32. خلي بالك من الأرقام المتشابهة عشان انت أول ما هتشوفها هتقول يساوي. المسألة اللي بعد كده، مين صاحب البيت هنا؟ 7 و7. أبص على اللي قبله، علامة علامة، بص على اللي قبله، 0 و2. 0 ولا 2؟ لا الاتنين هي اللي أكبر. ما تستعجلش، امشي خطوة خطوة. حاجة تانية برضو لازم تبقى عارفها، في كسور لازم تبقى حافظ هي بكام. زي مثلا ربع، هو مش الربع جنيه فيه 25 قرش؟ يبقى انا لما اقول لك الربع فيه كام هتقولي 25 من 100. طب النص، ده النص 50 قرش، تبقى 50 من 100. طب التلات ارباع، التلات ارباع يا ولادي يعني ربع وربع وربع، يعني 25 قرش و25 قرش و25 قرش، يبقوا كلهم على بعض كام؟ 75 من 100. طب الخمس، بص حبيبي عشان ما تنساش، الخمسة عاملة كده، تعال اقطعها بالنص، بقت شبه مين؟ شبه الاتنين، تبقى الخمس اللي هي 2. طب التمن، التمن ده اللي ماما ساعات بتبعتك تقولك روح هات تمن جبنة وتعال، التمن كام بقى؟ 125 من 1000. طيب احل ازاي حاجات زي كده؟ 3 و8 يساوي كام؟ والله التلاتة هي صاحبة البيت اصلا تتكتب 3، والتمن انا حافظ ان هو 125 من 1000، يبقى انا هاجي قدام التلاتة وهكتب 125 من 1000. طب 6 و5، الستة نزلت زي ما هي والخمس انا حافظه 2، يبقى هكتب 2 قدام الستة. طب 7 و3/4، السبعة هي هي السبعة، والتلات ارباع 75 من 100. طب 4 ونص، 4 هي هي والنص 50 من 100. طب ميس افرضي جالي 4 ونص في الامتحان
وجات لي اختيارات وانا قعدت ادور على ال 54 من 100 مش لاقيها، اعمل ايه؟ بص يا حبيبي، تعالى نحكي الحكايه من اولها. الاربعه دي كانت صاحبه البيت، والعلامه العدو اللي جاي على الدبابه عايز يسكن معاها، وبعدين الخمسه اول قريب ليها، وبعدين جت تخبط على القريب التاني اللي هو الصفر، ما لقيتش حد بيرد عليها. معنى كده ان القريب اللي على الطرف ده ما كانش موجود، يبقى الرقم ده ممكن يتكتب 4.5. راجع على الفيديو اللي فات هتلاقي القصة كلها مشروحة. طب ايه ميس تاني لازم افتكره وانا داخل خمسة ابتدائي؟ التحويلات، شوية تحويلات مثلا تخص الزمن، اللي هي ايه؟ السنة فيها 12 شهر، والشهر 30 يوم، واليوم 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية. طب الأسبوع 7 أيام، دي التحويلات بتاعت الزمن. في بقى تحويلات تانية، خليك معايا كده واحدة واحدة. كان في عمارة فيها 3 أدوار، ساكن فيها مين؟ الدور اللي فوق الكبير خالص الطن، اللي في النص الكيلو جرام، والأخير جرام. الكبير دايما هو اللي بينزل لأخوه الصغير، يعني الطن هو اللي هينزل للكيلو جرام، هينزل له كم سلمة؟ 1000 سلمة، يبقى الطن فيه 1000 كيلو جرام. طيب والكيلو جرام عشان ينزل للجرام هينزل كم سلمة؟ هينزل 1000 سلمة، يبقى الكيلو جرام يساوي 1000 جرام، يبقى بين كل دور والتاني 1000. طب ميس الطن بقى لو عايز ينزل للصغير خالص اللي هو الجرام اعمل ايه؟ مش الدور الواحد فيه 3 اصفار؟ معنى كده ان هو طالما نزل الدورين يبقوا 3 اصفار مع 3 اصفار، يبقوا كده كام؟ 6 اصفار، اللي هي ايه؟ 1000000. يبقى الطن يساوي 1000000 جرام. وطبعا زي ما الكيلو جرام فيه 1000 جرام، الكيلو متر برضو فيه 1000 متر. طيب ايه تاني من التحويلات لازم ابقى عارفها؟ لازم تبقى عارف العمارة اللي جاية دي، هي العمارة دي ساكن فيها مين؟ والله العمارة دي 4 أدوار، ساكن فيهم 4 رجال اخوات. الكبير خالص ساكن فوق خالص، اسمه ايه؟ متر. اخوه اللي اصغر منه ساكن تحته، اسمه ايه؟ ديسيمتر. واخوهم اللي اصغر شوية سنتيمتر. وبعدين اخوهم الصغير خالص اسمه ايه؟ مليمتر. العمارة دي اسمها ايه؟ العمارة دي اسمها عمارة الاطوال. خلي بالك عشان مليمتر فيها 2 ميم، انما لما احب ادلع المتر هتبقى ميم واحدة. طيب المتر عشان ينزل للديسي هينزل 10 سلالم، والديسي عشان ينزل للسنتي هينزل 10، والسنتي عشان ينزل للملي هينزل 10. طب ميس افرضي المتر حب ينزل للسنتي، ده كده ناوي ينزل دورين يعني 0، يبقى 100، لان الدور الواحد فيه 0 1. طب الديسي عشان ينزل للملي متر، ده هينزل دورين يعني الدور اللي تحت اللي تحته، يبقى كده هينزل 0 يعني 100. طب افرضي يا ميس المتر اللي فوق خالص حب ينزل للملي متر اللي تحت خالص، الله ده كده هينزل 3 أدوار، 3 أدوار ب3 أصفار يعني 1000. وعاشوا كده فترة طويلة من حياتهم لحد ما في يوم قرروا كلهم ان هم يتجوزوا، وعملوا فرحهم هم الأربعة في يوم واحد في نفس المكان. فالعمارة بتاعتهم كبرت، لان بدل ما الشقة ساكن فيها شخص واحد بقت كل شقة ساكن فيها ايه؟ شخصين، الراجل ومراته. فعملوا تغيير بسيط في الاسم، المتر لما كان ساكن لوحده دلوقتي بقى اسمه متر مربع، في شخصين ساكنين في الشقة. طب والديسي بقى ديسي متر مربع، والسنتي بقى سنتي متر مربع، والملي بقى ملي متر مربع. وطالما كبروا كده والشقة بقى فيها شخصين، يبقى الدور الواحد هيبقى فيه 0، يعني المتر المربع عشان ينزل للديسي مربع 100، والديسي مربع عشان ينزل للسنتي مربع 100، والسنتي مربع عشان ينزل للملي مربع 100. طب المتر مربع عشان ينزل للسنتي مربع،
اه والله دول مربعات، يعني الدور الواحد فيه صفرين. طب دول دورين يبقوا 4 اصفار، يعني 10,000. طب الديسي مربع عشان ينزل للملي مربع برضو دورين، وكل دور صفرين، صفرين وصفرين 4 اصفار، يعني 10,000. طب المتر مربع عشان ينزل للملي مربع، اه دول 3 ادوار كل دور بصفرين، يعني 6 اصفار، يعني 1,000,000. والعمارة دي اسمها ايه؟ اسمها عمارة المساحات. يبقى لما كانوا لوحدهم كانت عمارة الاطوال، بقيس اطوال الحاجات. دلوقتي اتجوزوا فبقت اسمها ايه؟ عمارة المساحات. طب بالنسبة لعمارة الاطوال، ايه الحاجات اللي اقدر اقيسها بالسنتي وايه الحاجات اللي اقدر اقيسها بالمتر؟ الحاجات اللي تقدر تقيسها بالسنتي هي الحاجات اللي ممكن تمسكها بايديك، يعني مثلا قلم، كتاب، مسطرة، كل الحاجات دي بتتقاس بالسنتي. طب امتى اقيس بالمتر؟ المتر يا ولاد بيقيس مكان تقدر تشوف اخره بعينيك، يعني مثلا حجرة نومك، او ايه كمان، او فصلك، ملعب، او ايه كمان، حمام سباحة. كل الحاجات اللي تقدر تشوف اخرها بعينيك تتقاس بالمتر. انما بقى المسافات ما بين الدول اللي ما تقدرش تشوف اخرها بعينيك تتقاس بالايه؟ بالكيلومتر. طيب ايه تاني لازم ابقى عارفة يا ميس؟ لازم تبقى عارف القوانين اللي انت خدتها السنة اللي فاتت. زي ايه؟ محيط المربع. محيط المربع يساوي ايه؟ طول الضلع في 4. اشمعنى في 4 يا ميس؟ محيط، الكلمة عبارة عن 4 حروف، فعشان كده بنضرب في 4. طب مساحة المربع برضو طول الضلع، بس المرة دي في ايه؟ في نفسه. طب انا بقى يا ميس عايز طول الضلع، انا اللي عايزه، اجيبه ازاي؟ مش انت فوق عمال تضرب في المحيط والمساحة؟ يبقى لما تعوز طول الضلع الغلبان تقسم. اقسم ايه على ايه يا ميس؟ والله اول قانون كنت بتاخده بتاع المحيط، يبقى انت هتقسم المحيط على الرقم بتاعه اللي هو كام؟ 4. يبقى طول ضلع المربع تساوي المحيط على 4. طب ميس خدنا المستطيل كمان. جميل. محيط المستطيل افتح قوسين حلوين واجمع وبعدين ابقى اضرب. هتجمع ايه؟ الطول زائد العرض، وبعد ما تقفل القوس هتقول له فيه 2. طب مساحة المستطيل يا ميس كانت ايه؟ هاخد الكلمتين واضربهم بقى في بعض، اللي هو ايه؟ الطول في العرض. طب بالنسبة للمثلث يا ميس، كان عندنا قانون كده، اه محيط المثلث اللي هو ايه؟ مجموع اطوال اضلاعه. طب القانون ده بتاع المثلث بس؟ لا، القانون ده كمان بتاع محيط اي مضلع في الدنيا، مجموع اطوال اضلاعه. كده يبقى خلصنا الفيديو التاني في كورس تأسيس سنة 5 ابتدائي. لو عندك واحد صاحبك في 5 ابتدائي خليه يتفرج على الفيديو، وما تنسوش انتوا الاتنين تشتركوا في القناة. اشوفكوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.